وتطاول مع الكرة الماضية. محمد كالون هو يقود هجمة اتحادية سريعة، لاعب يمتلك سرعة فائقة. محمد كالون لمحمد نور، نور هو الآخر لا يقل سرعة عن كالون، وزع له كرة، جول جول، فعلها كالون، فعلها سيراليوني، أول أهداف المباراة، أول أهداف المباراة الرابعة، تعني أن المبادرة الاتحادية، المبادرة الاتحادية، معليش عذرا للدفاعات الأهلاوية، هي أعطت المساحة وأعطت أيضا، هي فتحت الستار لمحمد كلون من أجل أن يأتي بالهدف الأول. وهنا الفرحة في الجماهير الاتحاد كمل. وليد الجحدلي ماذا تصنع يا رجل؟ إخفاق يعني كونتر أتاك، وكونتر أتاك قد يعني الهدف. وهنا محمد نور من الجهة اليسار، جول 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 جول، فعلى برونسكو جول، الله 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 الله، الثاني الثاني. حسين عبد الغني لا شك يمثل قوة كبيرة في الأهلي متى ما ظهر بمظهر المعروف، هو يأتي بالفريق الأهلي بالشكل المألوف، هوب جول هوب جول هوب جول، برينستو جول، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة، والهدف الثالث، الهدف الثالث للفريق الاتحادي، والاتحاد هو ينهي مشوار العناد، ينهي مشوار العناد. لا شك العدة والعتاد تأتي في بداية الموسم، فكان الظاهر بذلك الاتحاد، والفوز يأتي اتحاديا. لاحظ نور في عزف لسيمو بنية من جديد.